السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يكون العصافير تاعكم بخير. اليوم موضوع، اليوم ماشي موضوع، اليوم حاجة بغيت نهضر عليها، ماذا بعد وضع الأعشاش ووضع مواد التعشيش؟ شنو يصرى من بعد؟ من بعد ما غادي يصرى والو، خاطر علاش اليوم الجانب النفسي تاع الحسون صاي وفرناه الله، وفرنا له كل شيء، درنا له كاع الأمور اللي يحتاجها، تغذية تغذية متوازنة، الدوش، أمور كاع هضرنا عليها، اللي هضرنا عليها في الفيديو اللي قبل، إن شاء الله يكونوا كاع اللي تبعوني يكونوا خدموا بها، ما بقى والو دروك، الجانب النفسي تاع الحسون كملنا معاه، باقي الجانب النفسي تاع المربي، الجانب المربي دروك نصيحة لوجه الله، ما تبقاش مقابل الحساسين تاعك، خليهم هما يدبروا لسانهم، ما تبقى تشوفه غنى، ما رفد العش، ما دار والو، ما تبقاش تبع الحسون. دخل لو طون تاع نص ساعة ولا ساعة، لو طون لي تنيطواي ولا لو طون لي تبدل الأكل ولا تبدل الماء ولا تبدل أي حاجة، تما كملت خدمتك، ما تقعدش مقابلهم. كاين واحد القصة تاع واحد الإنسان صاحبي، قال لي الحساسين تاوعي، قال لي الحساسين تاوعي عوايدهم كيجي فيفري جانفي فيفري يبداو يديروا في الأعشاش، قال لي في 2019 قعدوا حتى الماي، داروا زوج تاع الاعشاش وطاحوا في غير الريش. علاش 2019؟ هنا واش نستنتجوا؟ كان في الوقت تاع كورونا الخدمه كانت كل شيء مريض، فين يروح كان يجي يضل مقابلهم هنا، يقعد معهم بالربع سوايع خمس سوايع، الحسون يديرونجا، الحسون تا هو يديرونجا. المهم تبدلت له الحسون، تبدلت له العقليه تاعه، ولا كيشوفه ما يدير والو، راه مريح معاهم مريح معاهم ويحضي فيهم، وهي لا، خلي الحسون يدبر راسه. صافي كملت انت مع الامور اللي يحتاجها هو، الجانب النفسي تاع المربي دروك يلعب دور كبير، جانب يلعب دور كبير. علاش هنا يجي يبان الصبر، هنا تبان الخبره، هنا تبان، وهي ماشي خبره، هو ما خبره اخويا، ما تقابلهمش وصاي، ما تقابلهمش وصاي، وقادر تنوض الصباح ترقب عليهم كيما هكا ما تلقاش الاعشاش، تبدل لهم العشيه تعاود تدخل تصيب الاعشاش عادي، الحسون كاع ما تلفها، علاش الحسون يدبر راسه وحده. المهم تلي عليك درته وخلي الحسون دروك. المهم النصيحه اللي نخرجوا بها، ما تقابلش الحسون بزاف، ما تضلش مقابله كاع النهار، خليه هو يدبر راسه، وكونك على يقين زعما انت الامور اللي درتها والامور اللي تعبت عليها، كونك على يقين انك راح تنجح بفضل الله، بفضل الله غادي تنجح. المهم ما تقابلوش الطوير تاعكم، راني غير نزيد نعاود لها، ما تقابلوش الطوير تاعكم، ما تدرش كاع النهار تقابل فيه، عطيه صوالحه وخليه يجبد عليها خويا، انساه انساه بمعنى اصح، انساه سلمقني تاعك. السلام عليكم ورحمة الله، ان شاء الله يكون عندكم موسم موفق، والى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.